مشاهدنا الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية. نروح للوصفة الثانية. الوصفة الثانية بسيطة حلوة جافة بطريقة بسيطة بسيطة، مقادير بسيطة. واش نسحقوا في هذه الحلوة؟ تبعوني. نسحقوا 3 مغارف تاع السكر يكون عادي، 3 مغارف تاع جوز الهند، عندكم 10 مغارف تاع السميد يكون رطب طب كامل، عندكم هنا 9 مغارف تاع الزيت، كيس خميرة كيميائية، حبة بيض، وعندكم كمية تاع الياورت. الياورت يكون سائل، هاوليك تاع القرعة، هذاك اللي يجي في القرعة تاع ريتلا، هاوليك ياورت. هنا هنا خديت ذوق فانيليا، هكذا انيا بانان موز، هاوليك انيا اللي شريتوها اللي معدبها انيا مسكينة. هذه كاع في خاطركم. نعاود لكم 3 مغارف سكر، 3 مغارف جوز الهند، 10 مغارف سميد يكون رطب، 9 مغارف تاع الزيت، كمية تاع الياورت يكون سائل باش تشمخوا لاباط تاعنا، وكيس خميرة كيميائية، وحبة بيض. كما راكم تشوفوا مقادير بسيطة بسيطة، وحتى طريقة تحضير تاع هذه الحلوة بسيطة كذلك. شوفوا، ناخذ هنا إناء ولا ريسيبيون. واش ندير؟ راح نكسر حبة تاع البيض هاي ليك. هنا راح نقيس كلش قدامكم باش تشوفوا. شوفوا معايا، ندير هنا 3 مغارف تاع السكر، زوج، 3، نزيد 3 مغارف جوز الهند ونوت كوكو، هكذا يلا هكذا. نزيد كيس خميرة كيميائية هكذا بهذه الطريقة، وعندكم كذلك قلنا 9 مغارف تاع الزيت. يلا نروح نستقبلوا مكالمة من باب الواد. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم سيداتي، واش راكي؟ مرحبا بك. اهلا سالت وليدي، واش راك؟ واش راك؟ ولا غير الحمد لله. واش راكم انتوما؟ معك اسيا، مدام ساطور، يمات مهدي، شاف مهدي. الله يبارك، مرحبا بك سيداتي، على سلامتك. كما في فريزي اختي حكمتك يا فارس. الله يسلمك، بارك الله فيك. واش راه الشاف مهدي؟ العظيم. على بالك. نعم. Je tiens à remercier l'équipe تاع البلاد. على جالك. Parce que grâce à toi, grâce à toi, 80% تاع لي فام الجيريان يحكموا البلاد غير باش يشوفوا شاسال. بارك الله فيك، الله يعطيك الخير. أنا نقولها لك، أنا جو فو كونفيرم. الله يسلمك. البلاد أنا وحده، البلاد يشوفها غير كي يكون شاسال. بارك الله فيك. الله يعطيك الخير. فريمون راك منور 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 لا شين بلاد. الله يسلمك، بارك الله فيك. ونقول لك سيداتي ثاني مبروك مبروك على خوك هشام وعلى كيكا، كل عام ان شاء الله بزين السعد، وان شاء الله دريه صالحه ان شاء الله. الله يسلمك وليدي، الله يسلمك، بارك الله فيك. سلم لي على مسيو جدي بزاف بزاف، راني متوحشاته هو ويماك. سلم لي عليهم بزاف بزاف. الله يسلمك، يبلغ. وبوس لي وليداتك. الله يسلمك، يطول عمرك. تي زونفون كو جادور. بارك الله فيك، يعطيك الصحة، شكرا. جو فيليسيت بور تون ايميسيون، فريمون جو تو فيليسيت. سي ان بليزير دو فوار ليميسيون تاعك. ميرسي، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. سلمي لي كامل عليهم انت ثاني، شكرا. يعطيك الصحة. بارك الله فيك، سلامة. ميرسي، يعطيك الصحة، شكرا لك، شكرا، شكرا. يلا هنا مشاهدينا الكرام، 3 مغارف سكر، 3 مغارف تاع جوز الهند، حبة بيض، كيس خميرة كيميائية. دوك هنا نحسبوا 9 مغارف تاع الزيت، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، وهذه 9. قلنا 9 مغارف تاع الزيت. وما نحكي لكمش، تبعوني مامي ولا كادر، تبعوني نشوفوا المقلوبة، ما نحكي لكمش ولا أروع، صدقوني ولا أروع. شوفوا أنا في الفاصل نزلت لها شوية تاع داك المرقة باش الروز يطيب لي حساب. هاي ليك، شوفوا هاي بدات تشرب، نخليها تشرب تمام، نخليها تشرب مليح، والروز في نفس الوقت راهو يطيب. من بعد رايحين نقلبوها، صدقوني بنينة بزاف. يلا شوفوا، نعاود نولوا الحلوه تاعنا، نخلي هذا المغرف باش نعاود نقيس بها نقيسوا بها السميد. شوفوا معايا، نخلط، شوفوا نخلطوا مليح،
هكذا بهذه الطريقه. هكذا دونك هنا واش راح نزيدو؟ نزيدو 10 مغارف تاع سميد يكون رطب. وحده زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره هكذا بهذه الطريقه. دونك نخلط هذا السميد، شوفوا معايا هكذا نخلطوا هاد السميد، شوفوا هكذا بهذه الطريقة. يلا نزيدو نستقبلوا مكالمة. ألو ألو، السلام عليكم. السلام عليكم أم دعاء، واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش راهم ناس وهرا؟ ألو ألو، تفضلي أم دعاء، مرحبا بك. الله يسلمك، حنايا من وهران يعجبونا لي غوتات تاعك بزاف بزاف. الله يسلمك يطول عمرك. وبغيتك دير لنا هاد ديامات لي غوسيت تاع لاكريم الحمار، حنا بغينا لاكريم. لاكريم ما كاش مشكل، ما كاش مشكل، هذا ما كان لاكريم برك. الله يسلمك بارك الله فيك. شكرا، وتهلاتي روحك وسلم على الولاد وعلى المدام. نعم قلت لك تهلاتي روحك وسلم على العائله كاع. الله يسلمك بارك الله فيك. شكرا صحيح. شكرا على لي غوسيت تاعك، يعطيك الصحه. شكرا بارك الله فيك سيداتي، بارك الله فيك. شكرا شكرا يعطيك الصحه. سلامه سلامه شكرا لا. شوفوا مشاهدينا الكرام، كي ديروا 10 مغارف تاع السميد هاي ليك لافات، تحسوها باللي شويه ناشفه. ناخذوا الياورت، الياورت تاع قرعه تاع ريتله هاوليك كما قال اسامه تاع الميتره. شوفوا نحط غير شويه هكذا ونحاول اني نفتح هاد لاباط، على بالكم وقت كوكو يشرب والسميد كذلك يشرب. شوفوا هكذا وكادر يشرب. يقول وانا ما نشربش. شوفوا معايا بهذه الطريقه، شوفوا ونطم. وتحبوا تحبوا يعني تضعفوا الكميه، دونك ديروا 6 مغارف سكر، 6 مغارف نواه كوكو، حبات بيض، كيس ونص تاع خميره تاع الحلوه، ما ديروش زوجه، كيس ونص. وديروا 20 مغرف تاع السميد، وديروا 18 مغرف تاع الزيت. فوالا هكذا شوفوا. يلا نزيدو نستقبلوا مكالمه. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راكم لاباس؟ واش راكم على الصحه؟ لاباس والله غير الحمد لله. واش راكم انتوما؟ والله غير الحمد لله. الحمد لله، الله يسلمك. الله يهنيك يسلمك. يعني منين راكي تكلمينا؟ انا من الحيدره. من الحيدره، مرحبا بك. الله يسلمك وبك. الله يسلمك يسلمك. قولي لي كاش بيتزا كاش سوفلي؟ والله غير هي مع هاد السخانه، غير البيتزا والسوفلي والكغاتا غير حاجه خفيفه. غير حاجه خفيفه باسكو دوك ماهمش ياكلوا المرارق. صح صح. ايه دوك ميم لي صوص ماهمش ياكلوهم. صح ايه. صحتكم صحتكم. الله يسلمك يعزك. وقولي لي كاش وصفه كي حاب نقدمها لك؟ شوفي انا واش راك دير كامل سي اكسترا، ما نكذبش عليك. ربي يوفقك ان شاء الله في خدمتك ان شاء الله. الله يسلمك بارك الله فيك. يسمى ماذا بينا احنا زياده، يسمى ميم في الطبخ قد ما نتعلموا دي زاستيوس ولا صح. احنا بوالفنا على طياب تاع زمان تو، بصح مليح هكذا حاجه جديده علينا. يعني ما نوصيكش على مامي يا هذاك هذاك وليدي، ما نهضروش عليه، هذاك وليدي. ربي يخليه لك. لا لا وليدي هذاك. الله يسلمك تعيشي. لا ربي يخليك انت كامل. الله يسلمك بارك الله فيك. وليداتك ان شاء الله. تعيشي طول عمرك. شكرا. يعطيك الصحة. شكرا. شكرا شكرا. طبعا مامي البوبون تاعنا هم قابلني. شوفوا هاي لك لاباط مشاهدينا الكرام. هي صح تبان الكمية صغيرة، ولكن شوفوا ردوا بالكم قد ما تصغروا مليحه، لانه هذه الحلوه راح تطلع فيها الباكي تاع لا ليفور. دونك هكذا شوفوا، تحبوا تكبروا كبروا،
وشنو الا كبرتو حتى تيكون كبيره بزاف. شوفوا ونحط هنا السنيوه بهذه الطريقه. شوفوا هكذا دي بول صغار هكذا بهذه الطريقه، ومن بعد بعدوا على حبه ما بين الحبه واختها. شوفوا هكذا بهذه الطريقه. هكذا حتى تكملوا كامل الكميه تاع لاباط تاعكم. صدقوني بنينه بزاف هاد الحلوه هي. شوفوا هكذا بهذه الطريقه. يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمه. الو وي مساء الخير. مساء النور. صافا ماشي فارس؟ ولا غير الحمد لله. واش راكي انت يا صافا؟ الحمد لله. على حسب واش قالوا لي، على حسب واش قالوا لي. مينا مرغايه. مينا مرغايه واش راكي مينا؟ صافا يا لاباس. ولا غير الحمد لله. واش راكي انت يا؟ والله صافا الحمد لله. مينا وي توحشنا هذوك لي صالي. نعم قلت لك توحشنا لي صالي تاوعك. يعيشك يا طبيب خاطر انا ما نديرهم. اما لا خلاص نجيبك ليميسيون وتورينا كيفاش نواسيو هذوك لي صالي. ان شاء الله فارس. ان شاء الله. هاكو تري مقلوبه. مقلوبه مينا. مقلوبه مقلوبه باذنجان والقرعه. يا اخي ماشي باللبن. ماشي باللبن لا لا. يعطيكم الصحة. الله يسلمك مينا بارك الله. وشو واش درتي فطور اليوم مينا؟ ما درتش اليوم راني في الخدمه. اليوم والعشاء؟ العشاء سا ديبون بالك نديرو مقلوبه تاعك. يلا بصحتكم بصحتكم مينا. الله يسلمك فارس. الله يسلمك يعيشك. بارك الله فيك يعطيك الصحة. يعيشك خويا يعطيك الصحة. شكرا لك شكرا لك مينا بارك الله فيك. مع السلامة. شكرا. سلامة صحة. شوفوا معايا شوفوا راني صغرتها دوك هما يزيدوا يحطوا شوية ويعني يزيدوا يعرضوا شوية دونك انتم تحبوا تكبروا كبروا. شوفوا هكذا بهذه الطريقة. هكذا شوفوا أني بعدتها. هكذا بهذه الطريقة وراح ندخلهم للفرن على درجة حرارة 170 درجة. نخليهم حتى نشوفهم خضوا هذاك اللون الذهبي يعني ينشفوا وياخذوا هذاك اللون الذهبي ونخرجوهم. يلا مشاهدنا الكرام راح نكمل العجينة تاعي وقبل ما نروحوا فاصل نزيدوا مكالمة. يلا يلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. صافا لاباس؟ مرحبا بك خويا واش راك لاباس؟ لاباس والله الحمد لله. والله غير الحمد لله. منين راك تكلمنا؟ من المرادية. من المرادية مرحبا بك ومرحبا بلاس المرادية. الله يسلمك. الله يسلمك يطول عمرك. كاش طعام كاش صيطحه كاش متوهم كاش ما اليوم واسمو اليوم ما كاين طعام تاع الصحراء نسموه المحكوك. واسمو؟ بلاصه تروش من الطعام طعام كاين طعام كسكس تاع الصحراء يخدموه الذاكره يخدموه صحاب والتوف واسمو المحكوك. المحكوك؟ اه لازم هذا تجي لهنا ليميسيون تورينا كيفاش نديروه. هذه حاجه باينه العجوز غير يتفتلو. نعم؟ نعم عليك قلت العجوز غير يتفتلو العجوز. هكذا وكيفاش يجي هاد كيفاش يجي هاد الطعام؟ هذا الطعام هذا يتفتل الطعام يتفتل بك شويه يتفتل شويه خشين. ايه ومن بعد هكا يتفور وحده ومن بعد دير تقطع واسمو الطوماطيش والبصل البصل شويه فلفل كحال. ايه شويه كرويات فلفل عكري. ايه ديرهم كي عامله كي دير تاع المحاجب وكاين حنا نزيدو شويه فلفل احمر الاحمر قطعوا ثاني كبيان. ايه طيبوا طيبوا بيان بعد كي يفور ويطيب له الخبز تخلطهم بعد طميش لاصوص ترميها في واسمو في الطعام هذاك كي تخلطوا ومن بعد كيعاودوا يزيدوا يتفوروا ويشرب باللبن باللبن ولا الرايب. الله يبارك هذا لازم. الله يسلمك. هذه هي لافير. وكاين ثاني كي واسمو البندراك. بندراك كليته واه بندراك. بندراك شنو يقول هذا البرزلاقه هذاك الحشيشه ياك؟ لا حشيشه خضراء. هذيك الحشيشه خضراء كان اللي يجي كان يبسوها وكان يديروها خضراء. نعم قلت لك هذا البندراك انا كليته في تقرت وبالمناسبه نحيي ناس تقرت. يا يعطيك الصحه بعدا ما تقرتيه. اه كليته في تقرت انا بندراك بنين بزاف. بنين بزاف هايل. اه ويطيب ويطيب بالحم البقري. صح
لا لا انا انا كليتو داروه بلا لحم، داروا له قرا بطاطا زروديه وداروا هذيك الحشيشه البندراك. يعطيك الصحه. اه و ومن بعد وفوروا طعام، طعام فوروه فوق الحار، يعني الكسكس عمروه بالحار. صح 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 بنين بزاف، هايل. وي 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 بنين بزاف. بارك الله فيك الاخ، شكرا لك، يعطيك الصحه. الله يسلمك، يعطيك شكرا. شكرا، بارك الله فيك، شكرا. يلا مشاهدنا الكرام نكمل انا هذه الحلوه تاعي. نروحوا فاصل قصير ونعاود نوليو ورايحين نشوفوا الكيفيه تاعنا، حاضرين وجاهزين امامكم، خليكم بعد الفاصل. مشاهدنا الكرام كما راكم تشوفوا الوصفات عن نهار اليوم راهم حاضرين وجاهزين امامكم. الوصفه الاولى اللي كانت مقلوبه اللي كنا درناها باذنجان وقرعة، هاي ليك بعد ما تشوفوا هذيك المرقه تاعكم شربت وتشوفوا الرز تاعكم طاب، رايحين تخرجوها وتقلبوها وتزينوها بشويه تاع اللوز اللي كنت حمرته بشويه تاع السمن وتقدموها بشويه تاع معدنوس، تقوني بنينه بزاف 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 هذه المقلوبه. والوصفه الثانيه اللي كانت عباره عن حلوه جافه بطريقه سهله بمقادير بسيطه هاي امامكم، بعد ما تشوفوها يعني خذات هذاك اللون الذهبي كما راكم تشوفوا تنفخت شويه لانه فيها باكي تاع لا لوفور، وتقدموها. قلت لكم تقدروا تضعفوا الكميه باش تخرج لكم كميه اكثر اذا حبيتوا. يلا مشاهدينا الكرام هذا من وصفه نهار اليوم، تقبلوا تحياتي وتحيات كل الفريق التقني اللي عمل معايا النهار اليوم. راح نتلاقى بكم غدوه ان شاء الله بنفس التوقيت ونفس القناه بزوج وصفات باذن الله. من هذاك الوقت تهلاو في روحتكم وتهلاو في صحتكم. سلام.